الله ان شاء الله. طيب ارجع بقى اروح له الروايه بتاعتي يعني. انت معاكي اخده بقى انا ده اخده بقى على الهوا ده تكتبي لي اهداء بقى بعدها اكتب لحضرتك بعد الحلقه. طيب. ان شاء الله. اغتيال شغف انت بتردي بقى عليهم ولا 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 ايه علاقه ايه اغتيال شغف؟ انا الموضوع هما بيتكلموا في جزئيه وانا في ديبارتمنت تاني خالص يعني. انا حاسه في عنف شويه او في حاجه ولا لا ملوش علاقه؟ ملوش علاقه. هو بصي ممكن يكون العنوان اخترته بان هو يكون غامض شويه يعني قصته مش مفهومه. في الاخر انا بتكلم اصلا على الريليشن سواء كانت بقى ريليشن علاقه زوجيه علاقه خطوبه علاقه اتنين مرتبطين. بتشوفي حواليكي بقى حاجات كتيره جدا بتحصل ان بيبقى الطرف ده توكسيك وكل حاجه في الحياه بتقول لها العظيم احنا حياتنا كلها بقت توكسيك توكسيك تكاسك كتير قوي قوي قوي. فكل الحاجات كل الحاجات بتقول ان هي الشخص ده ما ينفعش ان البنت تكمل معاه. انت كمان الغلاف اهو على الشاشه. انت يعني برضو هو فعلا برضو تصميمه مش مفهوم هو عن ايه. كملي. هو طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك في بنات كتير المفروض ان انت بتشوفيها حواليك تبقي عايزه تقولي لها لا فوقي لا انت ده مش طبيعي اللي بيحصل لك ده مش طبيعي. بنت بقى تقعد تقول لا بتلتمس اعذار كتير عشان هي بتحب تقول بقى ان هو الشخص ده مثلا لا هو اكيد مش قاصد لا هو اكيد عنده اكيد مشغول اكيد ما يقصدش كل الكلام ده فيك. هو الحد اللي عايز ان هو يبقى موجود في حياه حد هيبقى موجود في حياه حد بالشكل الكافي. تمام. في الروايه عباره عن قصه حب طبعا كان حد توكسيك شخص صياد بمعنى الكلمه بيدور على البنت اللي هي قويه بحيث بيبقى عايز ان هو يفرض سيطرته ويفرض شخصيته عليها. هما الاثنين توكسيك. هما الاثنين توكسيك عشان هي قابله الوضع بس في الاخر هو عباره عن فصول ولا ايه؟ لا هو مش فصول هو نوفل. هي قصه نوفل ستوري. يعني ستوري عن قصة. هي المراحل اللي مرت بيها معاه من بداية بقى ما هو بيعلقها بيه لحد ما خدت خازوق الجميل فاينالي بقى بتوصل ان هي ازاي تتعافى وان هي ازاي وقفت على رجلها وازاي ان هي مش محتاجة ان هو ان حد يساعدها. حلول يعني في اغتيال شغف انت اديتي حلول للبنت او الولد او عموما اللي في اي علاقة توكسيك ان هو ازاي يقدر يتخطى او يموف اون يبعد او يعني زي ما بنقول خلاص يتخلص من العلاقة السامة دي. بالظبط. لان زي ما حضرتك عارفه يعني في فئه مثلا من البنات بتبدا مثلا من سن الكليه من 18 سنه لحد سن 25 26 سنه بيكون لسه برده مش الماتوريتي ليفل بتاعتها مش عاليه قوي. والله العظيم عايزه اقول لك ان في ناس كمان بتوصل لل 30 وال 40 بيبقوا هم لسه مش يعني عايزه اقول لك حاجه انا كانت امبارح يعني بصي انت اكنك تقريبا كنت كتبت الكتاب ده امبارح معايا مثلا لسه امبارح واحده صاحبتي في الثلاثينات هي اللي انت هو تقريبا انا لسه ما قريتش الكتاب بس هو اللي انت بتقوليه ده هي في علاقه وهي اللي بتاذي نفسها فالواحد بيقعد ينصح بس في ناس بقى بتتقبل النصح ده وفي ناس بتقول لك لا. حضرتك انت وانت بره الموضوع شايفة. بتبقي شايفه كل الزوايا طبعًا. الشخص هو جوه الموضوع هو مش شايف حاجه اصلا هو يعني مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا والموضوع مش جاست ان هي ريليشن حب لا هو كل في كل الاطراف ممكن يكون خطيب ممكن يكون زوج والست مصممه ان هي تكمل معاه مع ان المفروض ان هي كانت اخذت قرار من زمان ان هي تمشي وهي مشيت تشتري... في الاخر ولا ما مشيتش؟ لا هي مشيت ووقفت على رجليها ورجعت قويه تاني ونجحت وهو ندم عليها. برافو برافو وعادة معتذرة عادة معتذرة حتى لو عادة معتذرة لا حتى لو عادة بقى خلاص بقى هي صحة واتقفلت ونقول له ايه مع السلامة باي باي بقى مش معانا في الجاي بالظبط وانت طيب. ان احنا خدنا القرار خلاص خلاص.